تواصل التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلاقة شوطنا الحادي عشر الخاص بالحقائق الابكار الانتاج. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الاسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. نسير مباشرة مع الصدارة، مع المركز الاول، مع البداية العنود، من تفتتح النداء والاذاعة بشعار عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري، من يقدم لنا ايضا انطلاقة حضور العنود مع صدارة هذا الشوط. بينما ناخذ ونتابع المركز الثاني، زاهية منصور بن محمد بن منصور الخيارين، من يقدم لنا زاهية مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث، من تتواجد هنا وتنطلق التماس، ثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري مع المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع حفلة بشعار منصور بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري مع المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس من تتواجد في هذه اللحظات هنا القادمة والمنطلقة، مزون محمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي يقدم مزون مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات المميزة، يحمل لنا هذه الانطلاقة الرائعة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ولكن العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى شعار الخيارين، من يقدم لنا تحديات المميزة من خلال أيضا تواجد وحضور هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط. ولكن نتابع هنا في هذه اللحظات من تتواجد وتتسلل إلى الصدارة، إلى المركز الأول بشعار النعيمي. أيضا هنا تتقدم مشاهدينا الكرام مزون محمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي. بينما المركز الثاني تتواجد هنا أيضا زاهية منصور بن محمد بن منصور الخيارين مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنا القدوم في هذه اللحظات القادمة في هذا الانطلاق المميز، حفلة منصور بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري. ولكن من الجانب الآخر من تتواجد في هذه اللحظات هنا القادمة مشاهدينا الكرام، العنود عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري. ولكن شوف الواصلة، شوف القادمة في هذه اللحظات، وصلت هنا مشاهدينا الكرام رنيم محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، تصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة أيضا الظبي علي بن ثامر بن ناصر المزايدة النعيمي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، ولكن العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار النعيمي مع مزون محمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني النعيمي مع الصدارة، هو القائد لهذه التحديات. ولكن الله، شوف القدوم، شوف اللي تسللت في هذه اللحظات، حفلة في هذه اللحظات غيرت إلى الصدارة. منصور بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري يقدم لنا حفلة تحفل الرقم واحد هناك مع صدارة الشوط. ولكن المركز الثاني، هنا القدوم والوصول أيضا من شعار السيد مع رنيم محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد المركز الثالث. القادمة أيضا نزاهي منصور بن محمد بن منصور الخيارين. ولكن شوف القادمة، شوف الواصلة في هذه اللحظات اللي وصلت ما شاء الله، وصلت هنا أيضا مشاهدينا الكرام شمقة عبد الله بن محمد بن علي الحسنة المري، ما شاء الله غيرت في هذه اللحظات من مركز إلى مركز. ولكن حفلة مع الصدارة، حفلة مع المركز الأول منصور بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري يقدم حفلة مع الأمتار الأخيرة والخطيرة ما شاء الله، حفلة مع الصدارة. ولكن الله، يا سلام، شوف القادمة ما شاء الله، وصل بن جهيم مع شرف عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم مع الأمتار الأخيرة ما شاء الله. هنا من يقدم من انطلاقة وحضور شرف، من غيرت إلى أيضا الناموس، إلى الانتصار ما شاء الله، تقدم العرض المميز والكبير مع شرف. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد المري على تقديم هذه النوعيات المميزة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار على المركز الثاني.
المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الوصول من شمقل عبد الله بن محمد بن علي الحسن المري، والمركز الثالث حفل منصور بن عبد الله بن سالم الملامق الهاجري، والمركز الرابع كان الوصول من رنيم لمحمد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد، والمركز الخامس صدى محمد بن خميس بن عويض المريخي. تابعنا هذا الشوط التوقيت الزمني لحظة وصول شرف عبد الله بن علي بن راشد المري، توقيتها الزمني لحظة وصول الى خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، الاعزاء لحظة وصول شرف واختطافها ناموسي هذا الشوط. أربع دقائق واحد واربعين ثانية، خمسة أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس يا بن جهيم. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من شمقة عبد الله بن محمد بن علي الحسن المري، التوقيت الزمني أربع دقائق 42 90 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد الحسن المري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام حفلة لشعار منصور بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري، أربع دقائق 42 99 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.